المجلة الإلكترونية قلنا إن هي مجلة بنصممها عن طريق الإيه؟ الكمبيوتر. مجلة بنصممها عن طريق الإيه؟ الكمبيوتر. جميل. طيب المجلة الإلكترونية تشبه للمجلة المصورة والمجلة الطائرة من حيث المحتوى والموضوعات. قلنا قبل كده إن المجلة المصورة دي المجلة اللي كلها بتكون عبارة عن صور، اللي بتكون كلها عبارة عن إيه؟ صور. جميل. يعني مثلا ممكن أتكلم عن حرب أكتوبر وأجيب صور لحرب أكتوبر، دي كده اسمها مجلة مصورة. ممكن أتكلم عن عيد الأم وأجيب صور كلها عن عيد الأم، ودي بتبقى اسمها مجلة إيه؟ مصورة. مجلة مصورة. مجلة إيه؟ مصورة. طائرة. عارفين الطيارة اللي بتنتقل ما بين بلد وبلد؟ المجلة الطائرة برضو بتنتقل كده بين أيدي الطلاب. يعني إيه؟ يعني هي بتكون عبارة عن ورق كشكول. عبارة عن إيه؟ ورق كشكول. جميل. ورق الكشكول ده بيبتدي كل طالب ياخد صفحة ويعبر فيها عن موهبته، تمام؟ يعني مثلا أسماء هتاخد أول صفحة وتكتب قصة، بعد كده مثلا ودي هتاخد تاني صفحة وترسم رسمة، وهكذا هتعدي على الفصل كله، عشان كده بنسميها المجلة الطائرة. طيب.